أولئك حولنا طاب المساء. للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لي ولكم نهاية الرحلة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الطاعة وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله وحشتوني جدا، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وبنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت وضا المصري الشيخ أبو إسحاق الحويني، الحاجة سعاد عافر، الدكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ سلطان عبد الستار، الأخت مروة سلطان، الحاجة زينب، الحاجة خديجة محمد، أم أمينة، والدة الأستاذ عصام حجازي، الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، والدة الأستاذ عادل عبد العال، الحاج عادل حوا، الحاجة أم كلثوم، أم الأستاذ سالم، الأستاذ محمد الطحان، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو الأمي وللحاج حسيني عبد القادر والحاجة سيدة متولي شاهين والحاج جمال حسن والحاج إبراهيم عليوة والحاجة بسيمة حسن، أستاذ شريف العجان، الحاج سيد قرني والأخت منال خضر، والحقيقة بقى وعزي أسرة الدكتور أحمد محمود حسين، توفي في حادث بالأمس، ربنا يا رب يرحمه ويعمه ومتمهات المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل كبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، سقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، ما زالت الفرحة بتغمر قلبي حقيقة، وسعيد جدا جدا بحملة مقاطعة التبرج، وربنا يبارك في أخواتنا المسلمات يا رب، يحفظهم من كل سوء ويبارك لهم ويرزقهم دائما كده العفاف والحياء ويجمعهم مع النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأعداد ما شاء الله عدت 4000 أخت بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة يسيرة، ربنا يا رب يتقبل ويبارك فيهم ويثبتهم. دول اللي قدروا يبعتوا، في أخوات بعتوا على الموبايل أعداد كبيرة لكن ما بيذكروش أسماء الحقيقة، وفي بعضهم ما بعرفش يبعت لا على موبايل ولا على قناة، لكن هم لبسوا حجاب واكتفوا بأنهم يلبسوا حاجة بينهم وبين ربنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم الحقيقة يعني. وما زلت برضو بأحمل كل أخت قاعدة قدامي الآن مسؤولية إن هي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الحجاب، لأن إحنا بنقول إن الحجاب ده فضيلة وعايزين المجتمع كله ينتشر فيه الطهر والحجاب والعفاف، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بقول اجتهدي أخت الفاضلة على إنك أنت تكوني سبب في حجاب أخت مسلمة، فتكوني بكده أمنتي على حجابك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وقلت لك أنا بساعدك من خلال ان انا بدلك هتعملي ايه بالظبط، لو مش قادره تتكلمي، لو مش قادره تدلي على الحجاب، فزي ما قلت لك الدرس موجود على الانترنت، مش هنكلف حد حاجه، ومش هنخش، مش بنقول اشتري ولا تعملي ما تشتريش ولا تدفع ولا مليم، خش على اسلام واي هتلاقي في الجزء الخاص بتاع محمود المصري هتلاقي درس اختاه وقفه مع النفس، وزي ما قلنا في كتاب ايضا مطبوع في المكتبات، وده أيضا وقف لله، بدل ما تشتروه خدوه واطبعوه ووزعوه بفضل الله سبحانه وتعالى، هو صغير كده ما يتعداش يعني لو الطبع مش هيتعدى 10 صاغ أو 15 قرش، وبيتباع بره أظن بريال أو بربع جنيه، يعني حاجة بسيطة جدا جدا، يعني نجيب ونوزع، ربنا يبارك فيك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وينطبق الأمر أيضا على النساء، لأن ربنا لو هدى بك امرأة واحدة خير لك أيضا من حمر النعم، ربنا يتقبل منا ومنكم. وعايز أقول حاجة صغيرة خالص، عايز أقول إن أنا بتخيل
تخيل ان كل اخت قاعدة قدامي دلوقتي عايز اقول لها تخيلي معايا حضرتك ربنا يا رب يحفظك وينور بصيرتك وبصرك ويكرمك ويسعدك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبالشرب من يد الحبيب المصطفى على حوضه الانور بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو ان النبي واقف قدامك دلوقتي وبيقول لك يعني انا يعني بيسالك بيقول لك ليه بتشمتي فينا الاعادي، انا بكلم الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب، ليه بتشمتي فينا الاعادي يعني ده النبي اللي بيقول لك بقى ليه بتشمتي فينا الاعادي، ليه مش عايزه تلبسي الحجاب، ليه مش عايزه تحجبي فتنتك عن شباب المسلمين، ليه ما لبستيش حجاب وما بيعتنيش رغم ان انت عرفتي ان الغرب شتموني في الدنمارك وفي اكتر من مكان وكان نصرتك ليه ان انت تلبسي حجابك بره ثانيه، ليه ما لبستيش حجابك، وعرفت ان هم انكروا سنتي وليه ما نصرتنيش ليه بلبس الحجاب، وعرفت ان هم سبوا الصحابه وانكروا الحجاب ليه ما نصرتنيش وليه ما بيعتنيش، يا ترى ناويه تبيعيني امتى؟ رد على النبي وقولي هتقولي له ايه لو وقف قدامك وقال لك يا مسلمه يا بنتي. ما هو يعني النبي كانه اب للامه كلها صلى الله عليه وسلم، لو قال لك يا بنتي ليه ما بيعتنيش؟ مستعدة تبيعيني امتى؟ بالله عليك هتقولي ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مستعدة تبيعي النبي امتى؟ مأخرة نفسك ليه؟ هو اللي لبسه حجاب دول احسن منك في ايه؟ او اللي انت يا اللي ما لبستيش حجاب انت احسن منهم في ايه؟ ما تيجي نوزنها صح كده، هم لبسوا الحجاب وسبقوكي، طب وليه تخليهم يسبقوكي؟ ما تخلي شعارك دايما كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، انا اول واحده ان شاء الله تلبس حجاب في الشارع بتاعي، انا اول واحده البس حجاب في العيله كلها، انا اول واحده البس حجاب في الجامعه بتاعتي، انا اول واحده البس حجاب في الفصل بتاعي، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. وانا عارف ان اخواتنا المسلمات والله كلهم خير، عشان كده انا بخاطب كل اخت مسلمه، والدليل على كده الرسائل الجميله اللي جت ربنا يحفظكم بكتير من الاخوات اللي الحمد لله رب العالمين استجابوا للحمله المباركه ديت ولبسوا الحجاب، وانا سعيد جدا جدا سعاده لا تتخيلوها. وكما وعدت عشان ما اكونش بنقض عهدي ابدا هقرا النهارده برضو بعض الاسماء، ولسه اسماء كتيره جدا عندنا، يعني بحاول كل حلقه اقرا 200 اسم في عجاله سريعه عشان برضو ما نقصرش على الحلقه، ويعني ده من باب التشجيع لاخواتنا. طبعا زي ما قلت في كتير منهم لم يذكروا اسماءهم، وفي كتير بعتين رسائل لكن لم تذكر اسم خالص، وفي بعضهم بيبعت يذكر اسم واحد بس، فربنا يبارك فيكم اللي تبعت تذكر اسمها واسم والدها، ربنا يحفظكم. الاخت الاء احمد العطار، الاخت ناريمان، او مش هقول بقى الاخت، اقول الاسماء على طول، معلش سامحوني ارفع التكليف عشان بس ايه الاسماء كتيره. الاء احمد العطار، ناريمان اشرف، وامينه محمد، ام بهاء من رام الله من فلسطين، رحاب، نور عماد دي 8 سنوات على فكره، غاده واختها نور من سوريا، ام زهير او مزهير من السعوديه، الاء سمير جات 15 سنه، رانيا احمد من المنوفيه، ورده شيرين وفداء شيرين وشيرهان شيرين واماني شيرين، كله ما شاء الله تبع امبراطوريه شيرين، وام احمد وبنتها هاله واسماء وجهاد ومروه ماهر وام عبد الرحمن والحاجه منال وام مها وام محمد من القليوبيه والاخت حنان وام محمود من الشرقيه وشروق 15 سنه وامها الاثنين مع بعض، ام منى من الاسماعيليه، شيماء حسن عبد الرزاق من الاسكندريه، اخت ارتدت حجابها وما ذكرش اسم لكن قالت حلو حاجه كويسه قوي، قالت ارتديت النقاب واتخطبت في نفس اليوم اللي لبست فيه النقاب، بشرى حلوه ان شاء الله، اللي يلبسوا حجاب ربنا يكرمهم ان شاء الله يعني ايه ويكون يعني فتحه خير عليهم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. الزهراء عبد المجيد، صفاء، ام روضه، هيام علي قالت هجعل صاحبتي تلبس حجاب تأمين على نقاب بفضل الله. هبة من الأقصر، أم سما، أم عمر، أم إبراهيم، أم يوسف، شمس، نورهان، أم يزن، آية أحمد عبد المحسن، أمل من الأردن، مروة يونس رمضان، غادة البوهي، شيماء أم محمد، هويدة، فدوى من فلسطين، إنجي من إنجي الشرابي من طنطا، محبة الفردوس، ياسمين حافظ، ثناء، أسماء حسبه وزمزم علي، عاشقة البقيع، أم وائل، أم حسام حسن، طبعا دي مش أم الكابتن حسام يعني وإلا ده يبقى حجاب في جون يعني، المهم يعني إيه أم حسام حسن، أم حسام حسن وأم عثمان وأم عمر حسن وأم المعتز ومين تاني ووئام دايخ، طبعا معرفش هو الاسم مكتوب كده مكتوب وئام دايخ، معرفش الاسم صح ولا لا، بس عموما بعد ما تلبسي حجاب اختي وئام ان شاء الله بابا مش هيبقى دايخ، هتبقي وئام فايق ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ومريم مجدي ومروه فيصل والهام بنت فاطمه وام باسم ودعاء اسماعيل ونور وكريمه الهزيمه، وراجية حب الرحمن وعفه محمود العشري وحبيبه ام مصعب وفاطمه من الاردن وهمسه وهاله، هدير احمد المحبه للحجاب،
بيقول اخت منى ونشوى من الشرقيه، وام يوسف وبسمه حسين وهند، ام جودي وهبه احمد، وامل ام زياد من المنصوره، وجهينه وهديل معزوز، هديل معزوز ونجلاء حسن وهلا وام شهد وعبد الله وشذا ودعاء صالح، ام اياد، ساره، اماني مصطفى، غيداء، حسناء شعبان، رحمه وائل من دمياط، ام عمرو من الشرقيه، اسماء فارس، فاتن عبد الله وبتقول هلبس بنتي، وهاجر مجدي محمد فكري، ومنى ابراهيم عرفه من شربين. سامحوني معلش ما حدش يملي من الاسماء، لان انا وعدت يا جماعه وده وعد لازم يعني وعد الحر دين عشان برضو نشجعهم ربنا يحفظهم. فوزيه محمد، سهى شريف، بنت الاسلام رؤى، ام فارس، ام محمد من سوهاج، هبه من كفر الشيخ، ليلى، حنان اسعد، ام مالك، يارا عبد الفتاح الكاشف، سحر، مؤمنه من حلب، فاطمة، بسمة من بورسعيد، إيمان إدريس، هدى ومها، بسنت محمد، نهى عوض، إيناس وسوسن وصارة الدوسري، ومها من اليمن، وصفاء جمعة، ورزان، وأم مروان، ومروة مصطفى، وإنجي محمد، ودعاء، وسارة طارق، وشيماء، وأنسام، وإيمان شعبان، وصمر أحمد 12 سنة، وأم مرام، وألاء، ودينا حمدي، وهدى من مصر، ودينا من مصر، والسماح الغمدي من السعودية، وأزهار، وصباح، وإيمان عادل، وصفاء علي، وشيماء العتمة من دمياط، ونورة علي، ومها من اليمن، وأم روان، وأم هشام، وسارة نصر الدين، وهاجر محمد في ثالثة ابتدائي، ورانيا أحمد، وخلود، وأمل محمد نصار، وهدى مصطفى أبو الغيط، ولينا أبو بكر 13 سنة، عز عيد علي، وهال الرمحي، وهاجر محمد، وعذاب، ما أعرفش الاسم كده مش عارف، بس ان شاء الله يكون نعيم، وجهاد، وزكية، وصحر، وهاجر مصطفى، وميادة، وسارة، وسارة الدسري، وصمر من البحيرة، أم أحمد بهجت، وأم أروى، وأروى خالد أحمد من مطروح، وعبير أحمد عبد العاطي، ونورة بهاء، ودينا، وفاطمة كامل، أم وليد محمد حمودة، أم عمر، إمام من أسوان، هالة عبد السلام، جميلة حازم، صابرين محمد من المنيا، هيفاء السعود، منى عاطف عبد العال من المنيا، نوران محمد يوسف، كريمة، رؤى من السودان، سماح من السعودية، وفاء شامخ أو شماخ عفوا، وفاء شماخ، لمياء من مصر، دعاء النجار من كفر الشيخ، صفاء عبد المنعم، أم مصطفى، أم عمر وهنا، سارة، سهام، سلام فينو من درعة، وصحر أحمد، أسمها من اليمن، هند، بسنت وسلمى من والدتهم، الحاجة شادية، أبو بيقول زوجته ارتدت نقاب، هو اسمه ابو ريناد. سعاد محمد تيناوي 12 سنه، اسماء صفصافي، ابو كريم مصري بالاردن بيقول زوجتي وعدتني بارتداء النقاب. دينا، لماء من مصر، فاطمه، هبه من مصر، منة الله حسام، ام خالد، ندى، حسام عبد المنعم، داليا حسني، واسماء عمر. وهكتفي بالاسماء ديت واكمل ان شاء الله المره الجايه، لان الحقيقه الاسماء كتيره جدا جدا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، عشان بس ايه وقت الحلقه ضيق، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير. قد ايه انا فرحان جدا جدا يعني التجاوب الجميل دوت، وانا عارف ان مفيش مسلمه فيك يا دنيا الا وبتحب النبي، انا واثق من كده، وعشان كده هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كل المسلمات اللي في الدنيا، كل المسلمين كلنا بنحب النبي، ودايما كده نتاثر لما نقول لو النبي قال لك هتقول ايه، ولو النبي قال لك البس حجاب هتقول ايه. دايما انا عارف ان مفيش حد الا لما مشاعره بتتدغدغ اول ما يسمع كلمه النبي بيقول لك. فانا عشان كده بقول لك النبي بيقول لك هتبيعيني امتى، اللي ما بيعتش تبايع بقى، ربنا يبارك فيك والحق نفسك، ده الايام بتجري وانتوا عارفين بقى يعني. سبحان الله، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى. قلنا هم 60 علامه، ذكرنا منهم 9 علامات، كان اخرهم العلامه اللي ذكرناها في الدرس اللي فات، وهي انتشار الزنا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، ويرزقنا واياكم الحلال الطيب. تعالوا نشوف النهارده العلامه رقم 10، وهي انتشار المعازف والغناء. ده مما عمت به البلوى في هذا الزمان بالذات. النهارده وصلنا لمرحلة يا جماعة المسلمين وجماعة الخير وحبايب قلبي، وصلنا لمرحلة ان مفيش حد النهاردة بيقدر ينكر على اي حد لو سمع من بيته مزيكا ولا اغاني، ولا تقدر تتكلم ولا تنطق ولا كلمة. لانك لو جيت تتكلم وتقول لواحد الاغاني والغناء والمزيكا، ويقول لك بص حضرتك انا لسه سامع 3 4 عمم كبار من اكبر العمم بيقول ده انا ما بنامش كل ليلة الا على صوت عبد الوهاب وام كلثوم، فما تقوليش بقى الاغاني حرام، وابن حزم قال ومش ابن حزم، والموضوع طبعا افتراء على الامام ابن حزم. الامام ابن حزم ما قالش الكلام ده خالص، كل ما في الامر الامام ابن حزم لم يصله حديث البخاري اللي هو عن ابي مالك الاشعري، ووصله منقطعا، ولكن هو الامام ابن حزم حتى لو كان اباح الغناء فلا يقصد الغناء اللي موجود في دلوقتي، اللي هو بقى كله كليبات ونساء عياذا بالله، ربنا عافينا وعافيكم، شبه عرايا
ربنا يعافينا وعافيكم، لدرجة ان هم نفسهم ابتدوا يعترضوا على بعض. كفنانين بدأوا يقولوا لا دي 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 حاجة فوق الوصف، يعني دي حاجة اوفر قوي قوي ان بنت تطلع باللبس دوت. هم نفسهم الفنانين ابتدوا يعترضوا على بعض، عيب كده ما يصحش، احنا برضو قاعدين ولينا اسر ولينا اولاد ولينا اباء وامات، ما يصحش يشوف المناظر المخلة بالمنظر ده. لدرجة ان يعني كتير منهم رفعوا أواضي وعملوا مشاكل كتيرة جدا بسبب هذه. طبعا الإمام ابن حزم كان يقصد الغناء، الغناء اللي هو اللي شوف بقى الإمام ابن حزم كان إمتى يعني، فاهم إزاي؟ الغناء اللي هو لا فيه مزيكا ولا فيه الكلام ده خالص ولا الحاديات، الغناء العادي خالص يعني. إنما حتة بقى إن هو يحل الغناء، طبعا الإمام ابن حزم لو سمع الكلام دوت طبعا يعني أنت عارف كان إيه اللي يحصل يعني. المهم الشاهد في الموضوع إن إحنا وصلنا لمرحلة إن فعلا لا تستطيع أن تنكر، لو دخلت محل تقريبا شبه لا يوجد بيت على وجه الأرض إلا، أنا مش بقول الشقق بقول البيوت، لا يوجد بيت إلا ولازم وانت ماشي لازم تسمع من شقة من البيوت ديت لازم يكون طالع منها مزيكا بصوت غير عادي. لدرجة ان انت ممكن تصحى الساعة 2-3 بالليل تلاقي جارك اللي فيك او اللي تحتيك او اللي جنبك او اللي في اي مكان مولع الاستيريو على الاخر وقاعد في البلكونة سواء في الصيف او في الشتاء وعمال بيسمع، ولو ذكرت له يعني السلام عليكم وعليكم السلام بعد اذن حضرتك ممكن توطي الصوت، فبيكون الرد المعتاد الا من رحم الله سبحانه وتعالى انا حر في بيتي. لا حضرتك الان ما انتش في بيتك، خد بالك انت حر في بيتك، اقعد في بيتك احمل اللي انت عايزه، امشي بقى بشورت فانيلا ولع الكاسيت بس الصوت ما يطلعش بره، ما دام الصوت اللي عند حضرتك ربنا يبارك فيك وصل شقتي ما بقاش كده بيتك، ده بقى بيتي انا، واخد بالك؟ ومن باب الذوقيات يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، محتاجين نعمل درس عن الذوقيات المفقوده في هذا الزمان. من باب الذوقيات انا هعلي يعني ابتليت بحب الاغاني ولا المزيكا وعايز تسمع يا سيدي، انت بتحب تسمع صوت الصاخب العالي قوي حط هيدفون في ودنك، خد بالك لحسن حد يطلع يقول لك بس الشيخ محمود بيبيح الغناء والمزيكا، انا لا ببيح لا غناء ولا مزيكا، انا بقول اذا ابتليت بهذا بدل ما تقلق الناس وتتعب الناس حط هيدفون في ودنك واسمع بدل ما تتعب الناس. بيبقى في حد مريض، يبقى في شاب بيذاكر، بيبقى في واحد بيصلي قيام ليل، بيبقى واحد نفسه يقرا في كتاب الله، بيبقى واحد اصلا نفسيا ما بيستحملش ان هو يسمع اي صوت عالي. في ناس كده يا جماعه، في ناس طبيعتها هاديه ما بيطقوش يسمعوا دوشه ولا مزيكا ولا حاجات صاخبه ولا الكلام ده كله، بيحب يعيش في هدوء، فانت كده بتقطع عليه اللذه بتاعت قعدته في بيته. طب هيسيب بيته ويروح فين؟ خد بالك اخويا وحبيبي، بعض الناس يقول لك بس انا من حق ان انا عايز اعلي الصوت واعمل اعلي الصوت واسمعه في هيدفون، لو كنت بتريد بهذا الابتلاء الى ان يتوب المولى عز وجل عليك. لكن طول ما انت يا حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك، طول ما انت ليك جيران راعي جيرانك راعي جيرانك. عارف حضرتك اذكر في يوم من الايام كنت اسكن انا وزوجتي واولادي في مكان، كنت في بيت يعني البيت دوت ما هوش بيتي لوحدي، انا واخد فيه شقتين لكن كان البيت كله ما حدش ساكن فيه خالص، فكنت قاعد فيه كأني صاحب بيت. لكن كان لما اولادي يدبوا على الارض كده كنت اقول لهم ما تدبوش، ليه يا بابا؟ ما فيش حد ساكن تحتينا، يعني ما فيش حد ساكن فعلا تحتينا. اقول لهم لان في يوم من الايام هتسكنوا في مكان هيبقى فيه جار تحتيكم، فنتعود من دلوقتي ان احنا ما نزعجش جيراننا من دلوقتي، انما انا ممكن اسيبكم تقعدوا تدبوا وتتعودوا على هذا الخلق ان انت تقعد تدب فوق على الارض و فيجي انسان يسكن بعد كده تحتينا نيجي ندب فوق يزعل، ما يعرفش ينام، ما يعرفش يذاكر، ما يعرفش يرتاح، يكون مريض. فلازم نراعي مشاعر الجيران، هنعلي الصوت، هنسمع حاجه حتى ولو قران، حتى ولو قران ياه. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال في المدن الجديده مثلا يعمل ايه؟ خد شقه ووضبها وظبطها وحط فيها العفش بتاعه، خايف تتسرق الشقه، يقوم عامل ايه؟ يقوم مشغل تسجيل او راديو على اذاعه القران على اخر صوت ويسيب الراديو دوت موجود في الشقه ليل ونهار شغال، هو مش قاعد في الشقه. جيرانه عايزين يناموا مش عارفين يناموا، جيرانه عايزين يذاكروا مش عارفين يذاكروا، هو بيعمل كده ليه؟ ظنا منه انه لما يعمل الصوت دوت يا جماعه لو جه اعزكم الله لص ولا حرامي عايز يقرب يظن ان في حد ساكن جوه. طيب اعمل كده بس خلي الصوت واطي شويه، راعي ظروف جيرانك. يعني اذا حتى لو بشغل قران يا جماعه الخير، انا مش بتكلم هنا عن غناء بس، لا ده انا بتكلم انت لو هتشغل شريط قران او اذاعه القران الكريم وبصوت عالي جدا لدرجه ان جارك ما ينامش ما يجسي ما يجسي، ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى ان انت وانت في المسجد في بيت ربنا في بيت ربنا سبحانه وتعالى وهتقرا قران، وانت بتقرا القران لابد ان انت تقرا على قدك في سرك تسمع نفسك بالعافيه ما تسمعش غيرك. ليه؟ فكل يناجي ربه جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقرأ قرآن
وانا جنبك بقرأ قرآن برضو في سورة تانية وعايز اركز فيها، واحد تالت قايم بيصلي ركعتين، واحد رابع قاعد بيسبح، واحد خامس قاعد بيذكر، يعني وهكذا كل واحد مشغول وبيناجي ربه جل وعلا. ما ينفعش تخش في صلاة مثلا تلاقي حضرتك واحد ماسك المصحف عمال يقرأ بصوت عالي والناس عايزة تصلي ومكسوفة، تقول له لو سمحت توطي صوتك، وممكن واحد يقول له طب لو سمحت ممكن توطي، يقول له مش هوطي انا بقرأ قرآن وانا بعمل ايه. واخد بال حضرتك؟ ذوقيات جميلة قوي محتاجين ان احنا فعلا نراعيها وناخد بالنا. يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، ابتليت بالغناء، ابتليت بحاجة زي كده، شغل على قدك اخويا، ربنا يبارك فيك لحد اما ربنا يتوب عليك. عايز تشغل قرآن ربنا يحفظك. احيانا بتلاقي احيانا في وقت الشغل الصبحية الساعة 7 الصبح والناس رايحة الشغل، احيانا تلاقي واحد يعني ايه عايز يقول لك انا راجل متدين جدا، فيوم عامل ايه، يوم فاتح العربية بينظف العربية بقى، بيمسحها بالفوطة وبيظبطها وبيجهز، حط مية في الرادياتير، وياخد الموضوع ده معاه مثلا حوالي نص ساعة عمال بيجهز في العربية. خلال النص ساعة عامل ايه، فاتح ابواب العربية الاربعة ومشغل اذاعة القرآن الكريم او شريط كاسيت على اخره ومسمع طوب الارض، والناس اللي عايز ينام واللي عايز يستريح واللي مريض واللي عايز يذاكر. اخويا حبيبي راعي ان في ناس حواليك، راعي اخويا وحبيبي روح قلبي ربنا يبارك فيك، راعي ان انت ما انتش عايش في الدنيا لوحدك، انت عايش وسط ناس، لازم تراعي مشاعرهم، لازم تراعي احاسيس الناس، لازم تاخد بالك ان في ناس تعبانه، في ناس بتذاكر، في ناس عايزه تسبح، في ناس نفسها تعيش في هدوء، في ناس عايزه وعايزه وعايزه. لازم نراعي ان في حوالينا ناس، لازم نراعي ظروفهم. عشان كده بقول لك النهارده صعب جدا جدا ان انت تيجي تنكر على حد، تقول له لو سمحت، يعني مش هقول لك الاغاني حرام ولا حلال، بس لو سمحت وطي الكاسيت، والله الذي لا اله غيره هتلاقي 99% من الاجابات اللي بتطلع انا حر في بيتي. زي ما قلت لك، طول ما الاطار بتاع العمل اللي بتعمله ده داخل بيتك فانت فعلا حر في بيتك، انما طالما الصوت طلع من بيتك وصل بيتي وجع لي وداني ووجع لي قلبي، ما بقتش في بيتك ربنا يبارك فيك. وزي برضو ذوقيات بتحصل كتير جدا محتاجين نراعيها، كتير من الشباب مثلا في مرحله الصيف او فتره الصيف يبقى مثلا يعني عايش بقى في يعني شبابه وما شاء الله والصحه و وبعدين يطلع البلكونه لابس شورت صغير كده ولابس فانيلا بحمالات، او احيانا بيطلع بالشورت فقط ومن فوق ربنا يعافينا وعافيكم بيبقى عريان. بقول له اخويا حبيبي اتقي الله في جيرانك، لان جارك اللي ساكن قدامك ممكن يكون راجل كبير في السن ما هوش صحه زيك، ومراته ست متدينه ومهذبه وما تتمناش ان هي تشوف المنظر ده، فانت بتأذي جيرانك. ممكن تكون جارتك طالعة عايزة تنشر غسلها، سامحوني ذوقيات مهمة جدا، انا مش بتكلم في موضوع خارج الدار الاخرة، ما اللي بيؤمن بالله وباليوم الاخر لابد ان هو يحب لاخوه ما يحب لنفسه، ولابد انه يراعي مشاعر المسلمين ويحب الخير ليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تراعي ان في جيران ليك وفي نساء قدامك، وتراعي ان في بنات لسه ما اتجوزوش، وتراعي وتراعي. فلازم لما تطلع بره شقتك بره في البلكونة، انت ما بقتش في شقتك، انت وانت في البلكونة انت في شقتي وفي شقة كل الناس اللي شايفينك، فلازم تكون لابس لبس محترم ربنا يبارك فيك. طالع بالبيجامة ما فيش مشكلة، طالع بالجلابية بتاعتك ما فيش مشكلة، طالع بلبس بالتريننج ما فيش مشكلة، انما ما تبقاش طالع لا بفانيلا بحمالات ولا بشورت ولا بشورت وانت عريان من فوق، ولا يعني المناظر دي كلها يا جماعة محتاجين انها تختفي فعلا من مجتمعاتنا. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نشوف الحديث اللي ورد في تحريم الغناء، حديث في البخاري، حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام، أقوام ناس كتيرة جدا يستحلون، خد بالك كأن النبي شايف الأمة الآن من وراء زجاج شفاف بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لا يكونن من أمتي أقوام، ناس كتيرة جدا هيعملوا العمل دوت، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. كلمة يستحل الأصل فيها هو الحرمة، يعني مثلا إيه، وأنا ماشي فجي واحد حط إيده في جيبي بياخد فلوس، فبقول له إيه، إيه ده، هو أنت بتستحل مالي؟ يعني معنى ايه؟ معناه ان مالي ده حرام عليك فانت بتستحل، يعني بتسرقني. يبقى يستحل الاصل فيها الحرمه. لا يكونن من امتي اقوام، بيعملوا ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الله اكبر. الحرى اللي هو الفرج، يعني يستحلون الزنا. والحرير يعني لبس الحرير للرجال، ان لبس الحرير والذهب حرام على ذكور امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حل لنساء امتي. الذهب والحرير ما يلبسهمش الا النساء، انما الرجال محرم عليهم لبس الحرير والذهب.
خدوا بالكم، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اللي هي المزيكا. أظن واضح اللفظ. لو إن النبي هنا قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والغناء لكانت بقت شبهة، كان بعض الناس يقول أهو الغناء أهو، طب خلاص هنغني بس إيه، بس أغاني هادفة، طب هنغني بس أغاني كذا. المحرم مش هو الغناء نفسه، المحرم هو المزيكا. إيه ده؟ المحرم هو المزيكا. آه أمال أنتوا بتقولوا الغناء محرم ليه؟ ما هو ما احنا هنتكلم أهو. ما هو أصلي خدوا بالكم من حاجة، هو الغناء عبارة عن حاجتين، عبارة عن كلام وعن مزيكا. كلام شعر ومزيكا. الكلام شعر، حلاله حلال وحرامه حرام. واضح الكلام؟ أنا هعمل نشيد يا جماعة إسلامي، هقعد أتكلم عن الفضائل والأخلاق ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتكلم عن بديع صنع الله في هذا الكون، وأغاني أنشيد عن الجهاد في سبيل الله، أنشيد تحض الناس على الطاعة وعلى العبادة وعلى الحجاب وعلى الحياة. جميل، جميل جدا، شيء جميل. لا هعمل شعر تاني هقعد أتكلم أقول عينيها خضرة وشعرها أصفر وشعرها مش عارف إيه وشفايفها لولي والكلام اللي بيتقال ده، لا حرام، حرام هذا الكلام. ان انا اقعد اخبب بالنساء، وان انا اقعد بقى ان انا عايزن بالله اقعد اوصف في جمال النساء والكلام ده كله، ويعني واخبب الرجال على النساء واخبب النساء على الرجال واقعد اوصف في دي واوصف في دي، حرام. طيب فما بقي الا الشق الثاني اللي هو المزيكا. يبقى في شعر، في كلام، وفي مزيكا. المزيكا محرمه باتفاق اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ يبقى المزيكا محرمه، فما بقي الا الكلام. يبقى شيل المزيكا بقى من كل الشعر ده كله، وتعالى نبص بقى للشعر. لما نيجي نتكلم عن الشعر بقى نتكلم عن الكلام اللي فيه، الكلام اللي فيه بيحض على الفضائل و و و وعن وأناشيد وطنية تحض على الدفاع عن بلدك والدفاع عن المقدسات والدفاع عن المسلمين. جميل، حلو قوي، فاهم ازاي؟ بتحض على الأخلاقيات والمعاملات الطيبة والسلوكيات الجميلة و جميل جدا. إنما بقى بتحض على الرذيلة، وده الغالب دلوقتي. هات النهارده الاغاني اللي موجوده في كل الكليبات الموجوده على القنوات الاغاني والكلام ده كله، اتحداك لو كان في كلمه في اغنيه بتحض على فضيله، الا اذا كان بقى ممكن يجي لك مثلا في يوم عيد الام، خد بالك بتاعهم، يوم جاي لك اغنيتين ثلاثه وكلمتين في الام ومش عارف حد زي كده، واخد بالك، ويعني وهكذا، كلام حلو لكن معاه مزيكا، ومعاه رجاله بيغنوا مع نساء، ومعاه نساء واقفه بتغني. طيب أمال إيه الحلال في الغناء؟ إيه الحلال في الغناء؟ هو الحذاء بتاع الإبل، الرجل الذي زمان زي أنجاجة، أنجاجة اللي كان بيمشي بالإبل كده وبيسوق الإبل، وكان صوته جميل جدا، والنبي عليه السلام لما سمع صوته جميل فلقى الإبل بتتمايل معاه، فكان أمهات المؤمنين كان ممكن واحدة منهم تقع من الهودج بتاعها بسبب إن الإبل عمالة تتمايل، فقال يا أنجاجة رويدا سوقك بالقوارير، بالراحه كده لان صوتك حلو فالابل عماله بتتمايل معاك، فممكن ام المؤمنين تقع من على الهودج بسببك. الحاجه الثانيه، غناء المراه للمراه في حضور النساء، وخصوصا في يوم العرس، في يوم الفرح. ده فرح، ولذلك رخص النبي للنساء فقط من دون الرجال، لان بعض الناس فاكره ان الدف ده للرجال وهم عاملين زفه بالرجال بالدف، لا الدف ده خاص بالنساء. طب ايه حكمه الدف؟ المراه صوتها رقيق، صوتها ناعم، فصوتها يتسمع بسهوله للرجال، فالدف صوته تخين شويه فيداري على جمال صوت المراه عشان ما يفتنش بها الرجال. فرخص النبي للنساء ان هم يضربن بالدف في ليله العرس، ويغنوا للعروس يعني للزوجه تمام في ليله العرس، في ليلة العرس، ويكونوا مع بعض نساء مع بعض، مش نساء مع رجال، لأن يحرم على المرأة أن هي تغني في محضر من الرجال، خدوا بالكم. طيب ندخل بقى في حتة تانية مهمة، يعني معنى كده أن أنت عايز تقول لي أن صوت المرأة عورة؟ لا، صوت المرأة ليس عورة على الإطلاق، يعني مش عورة على الإطلاق، لا، عورة إذا قعدت بقى كده يعني تخضع بالقول، تترقى في صوتها تغني، هنا يبقى عورة. انما لو المرأة تكلمت كلام محترم بصوت محترم من غير ما يعني عايزن بالله تقعد بقى كده تتدلع زي ما بيقولوا يعني، يبقى هنا بقى ايه، لو كلمت من غير الكلام ده كله، كلمت كلام محترم كده مفيش مشكلة. والدليل على هذا ان امهات المؤمنين كنا يعلمنا بعض الرجال من الصحابة من وراء جدار، مش ده صوت ده طالع؟ وكتير جدا من الأئمة الكبار، من الأئمة الكبار يا جماعة المسلمين وجماعة الخير، كتير من الأئمة الكبار كان من ضمن مشايخهم نساء، من ضمن مشايخهم نساء، فكان ده من ضمن الأئمة الكبار، حتى الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية كان من ضمن مشايخهم نساء،
فكان بتعلمه ازاي؟ من وراء حجاب، من وراء جدار، من وراء ستار، خدوا بالكم. فكانت تعلمه بالصوت، لكن كلام في صوت رزين لا ترقق في صوتها ولا تخضع بالقول الى غير ذلك. يبقى اذا غناء المراه حرام على الاطلاق، وما فيش اي انسان في الدنيا يختلف على هذه المساله، ان اي امراه تغني فصوتها حرام لانها يسمعها رجال. وواحد يقول بقى ده الشيخ بقى متزمت ومش عارف ايه. يا جماعه احنا بنبسط الدعوه وبنحاول نوصل للناس الدين بارق صوره، لكن هذا لا يدفعني ابدا الى ان اجامل على حساب هذا الشرع. كلمة الحق لابد أن تقال. أنا لا أجامل أحدا، أنا بحاول بقدر الإمكان أن أكون بسيط جدا في دعوتي، أن أنا أوصل الدعوة بأرق أسلوب وبأبسط أسلوب، لكن في نفس الوقت لن أجامل أحدا على حساب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. خذوا بالكم بقى، حديث ثاني في الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ. خصف يعني خصف يخصف بهم الأرض عياذا بالله، وقذف أي بالحجارة، ومسخ أي يمسخون قردة أو خنازير. خذ بالك. فقالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. القينات اللي هم إيه؟ اللي هم المغنيات. يبقى عند ظهور المغنيات إحنا بنعرض نفسنا لعقوبة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أهو نص الحديث هو واضح: سيكون في آخر الزمان خصف ومسخ وقذف. قالوا: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. خدوا بالكم من حاجة بقى، خدوا المعلومة المهمة دي عشان تعرفوا قد إيه إن الموضوع خطير، لكن بكل أسف إن بتنقض عرى الإسلام عروة. خدوا بالكم بقى، حتى لا يبقى للناس إلا آخر عروة، الصلاة. شوف دي حاجات بسيطة جدا تبقى من الدين عازم، ليصبح الدين في وقت من الأوقات يا جماعة مجرد بس شعائر تعبدية ليس لا أكثر ولا أقل. دي مشكلة كبيرة جدا، إن النهاردة لما تشوف أنت تاريخ تحريم الغناء، أنت عارف الغناء حرم سنة كم؟ أو الغناء والموسيقى يعني حرمت سنة كم؟ والله يعني لو قلت لك يمكن ما تصدقش. سنة 2 للبعثة. سنة 2 لإيه؟ مش للهجرة، خد بالك، في فرق بين البعثة والهجرة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تاني سنة مباشرة أخوي وحبيبي اتحرم الغناء. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أنتم القرآن لما تسمعون مفروض تبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. خدوا بالكم، فالمولى عز وجل بينكر على أصحاب القلوب القاسية اللي هي ما بتتأثرش بالقرآن، لكن ربنا وضح السبب اللي خلى بعض الناس أو كتير من الناس الآن لا يتأثرون عند سماع القرآن. كنت تسمع مثلا لما تقعد تقرأ كده في سير الصحابة والتابعين، واحد سمع آية فأغشي عليه أغمى عليه، واحد تاني سمع آية فحصل له مش عارف إيه والتاني مات، واحد سمع آية فتأثر جدا قعد يصلي طول الليل بسبب آية، وهكذا. إيه سبب عدم التأثر؟ المولى عز وجل يوضحه في هذه الآية. قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. خذوا بالكم، إيه السبب في عدم تأثر بعض الناس بالقرآن؟ المولى عز وجل بيقول إيه؟ وأنتم سامدون. السبب هو السمود. طب وإيه السمود؟ السمود هو الغناء بلغة قبيلة حمير، لأن القرآن انتوا عارفين حضراتكم نزل بلغات قبائل العرب، وإن كان الغالب عليه أنه نزل بلسان قريش، خدوا بالكم، لكن في بعض الألفاظ القرآنية نزلت بما يوافق بعض إيه؟ بعض لغات ولهجات القبائل. فكان من ضمن لهجات القبائل قبيلة اسمها حمير. قبيلة حمير ديت كان لما حد فيهم يعوز يغني كانوا يقولون: هيا بنا نسمد، يعني هيا بنا نغني. هيا بنا نسمد يعني ايه؟ يعني هيا بنا نغني. فالمولى عز وجل بيقول السمود ده بقى كان هو السبب ان القلوب دي تأسى ولا تتأثر بالقرآن. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تحريم، خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة المهمة دي، تحريم الغناء سنة 2 للبعثة، والتحريم النهائي، انتوا عارفين تحريم الخمر نزل على 3 مراحل، تمام؟ التحريم النهائي، الآية التي نزلت في سورة المائدة، التحريم النهائي للخمر اللي هي أم الكبائر، نزل في سنة 8 للهجرة. يعني الفرق بين تحريم الغناء وتحريم الخمر كم سنة يا جماعة الخير؟ كان 20 سنة. يا الله،
20 سنة ما بين تحريم الغناء وما بين تحريم الخمر. أيوة ليه؟ لأن الخمر يؤذي البدن والغناء يؤذي القلب، وسلامة القلب مقدمة على سلامة البدن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. خلاصة ما يقال في الخمر: هتذهب العقل، هتأثر على البدن، هتدمر الكبد، هتخلي الإنسان طبعا في بعد عن ذكر الله، وقد تؤثر على أنه ما يصليش أو يصلي الصلاة في وقت متأخر أو إلى غير ذلك، بل قد لا تقبل صلاته. وهيجي في الحديث دلوقتي أن شارب الخمر لو شرب الخمر قد لا تقبل صلاته 40 يوم، والحديث صحيح عند الترمذي وابن ماجه، خدوا بالكم. لكن قصدت من هذا أن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجسد، ولذلك زي ما قلت لكم يحرم الغناء سنة 2 للبعثة، لأن المولى عز وجل بيربي هذه الأمة وبيهيئ أمة النبي محمد، أن دي مش أمة أغاني، مش أمة مزيكا ومعازف وسهرات، دي أمة جد. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ده دين لابد ان احنا ناخده بشده وجديه، لابد ان احنا ناخد، مش معنى بقى شده بقى ان احنا ناخده بغلظه، لا، ولن يشد دين احد الا غلبه، فسدده وقاربه. لكن اقصد ان احنا ناخد الدين التدين بقى الصح. انا هتحجب يعني اتحجب، يعني الحجاب ده ألف به تدين، لازم أكون محجبة ملتزمة، سلوكياتي قويمة، ما فيش غيبة، ما فيش نميمة، ما بكدبش، إنسانة مخلصة، بعامل أم وأبويا كويس، عندي صلة الأرحام زي الفل ما شاء الله، مراعاة الجيران، الإحسان إلى الزوج إلى الأولاد، إن أنا لما أخرج بأدب إلى غير ذلك. يبقى إذن أنا لما ألتزم صح. خذوا ما آتيناكم بقوة مش بشدة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فرق شديد بين الشدة وبين القوة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، لكن القوة أن أنت تتمسك بدينك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان القابض على دينك كالقابض على الجمر، وأن الأجر الواحد فيهم بأجر 50 صحابي من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا زي ما قلنا بكده ليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية، فما فيش حد في الكون ده كله أفضل من أي صحابي بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع يا جماعة أن احنا محتاجين ناخد ديننا صح بقى بجد. فالغناء يحرم سنة 2 للبعثة، والخمر يحرم سنة 8 هجري. يبقى دي العلامة رقم 10 من علامات الساعة الصغرى. تعالوا نشوف العلامة رقم 11 من علامات الساعة الصغرى: ظهور مدعي النبوة. يا في ناس هتدعي النبوة كتير قوي ما شاء الله، ده بالمئات ناس ادعت النبوة كتير جدا، تخيل لحد زماننا دوت هناك من ادعى النبوة، عياذ بالله، ربنا عافينا عافيكم. لدرجة ان النبي بيخبر عن ان في 30 واحد هيدعوا النبوة. خد بالك هما مش 30 بس، هم اللي النبي أخبر أنهم 30، أخبر أنهم 30 دول أخطر 30 اللي هيذيع صوتهم وهيتعرفوا في وسط العالم الإسلامي 30. إنما اللي ادعوا النبوة كتير جدا، يعني أنا أذكر أيام ما كنت بدي دروس في مسجد الفتح ومسجد العزيز، سبحان الله ربنا يقدر، كان بيجيني والله يا جماعة كان بيجيني مثلا أعداد لا تتخيلوها، مثلا كل 3 أسابيع أو 3 أو 4 أسابيع واحد يجي ياخدنا على جنب في السؤال كده، وبعدين يقول لي يعني فيما معنى الكلام، يعني فيك من يكتم السر؟ اقول له كبير، يبص يمين وشمال كده ويقول لي انا المهدي المنتظر. اقول له ما شاء الله، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلام، فينك يا راجل؟ ده الامه كلها مستنياك من زمان، طب مش تقول لنا نفرش الارض رمل؟ واخد بالك طبعا ده كل الكلام ده يعني ايه في الهمبلايز زي ما بيقولوا، يعني حضرتك يعني اضحك في ودني بالراحه يا مدر عشان ودني كانت هتتخرب. سبحان الله. فشات في الموضوع ان في ناس اللهم بارك يا رب، يعني وما يزيدش طبعا، في ناس دماغها لدعة، واحد ممكن يقعد كده يحلم يتخيل نفسه ان هو بقى النبي، واحد ممكن يتخيل ان هو مثلا بقى المهدي المنتظر، لا ده في واحد قاعد نام وكده وطلع وتخيل نفسه ان هو الله. والله العظيم الشيخ فجد غنيم ربنا يا رب يحفظه كان بيحكي قصة كده حصلت في اسكندرية. بيقول في يوم من الايام معدي من قدام اسم من اقسام الشرطه، فبيقول لي ايه عربيه كده وحراسه مشدده ورشاشات ومش عارف ايه، وجايبين واحد ورابطينه ومكلبشينه ومش عارف ايه. فبيسال واحد من امناء الشرطه او الضباط حاجه زي كده على ما اذكر، فبيقول ايه ده، ايه الحراسه دي كلها، مين ده؟ قال له ده واحد يا عم بيقول هو ربنا. قال له معقوله؟ قال له والله. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. واخد بالك يعني فايه؟ وبعدين لقى وراه شله، قال له مين؟ قال له دول اتباعه. يعني في ناس صدقت ان ده الله، حاجه عجيبه جدا يعني. فاذا كان وصل الامر ان واحد من البشر زي البهائيه، هذه الفرقه الضاله التي اسال الله عز وجل ان يخلص الكون من امثالهم، البهائيون دولت يعني دول شر مستطير، ربنا عافينا عافيكم، انه واحد يدعي ان في اله من دون الله دي مصيبه،
مصيبة يا أحد يدعني في إله من دون الله سبحانه وتعالى. وإن طبعا أنت عارفين الكلام عن البهائية كلام يطول يعني. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، والحديث رواه البخاري، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. كل واحد فيهم يقول والله العظيم أنا النبي أنا الرسول. تخيل حضرتك، كان من ضمن دول طبعا في ثلاثة احنا يعني ذكروا في كتب السير اللي هم مين، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وواحدة امرأة. تخيل امرأة يعني أصلا لا يبعث للنبوة إلا رجال، قبلك يعني لا يعني لا يكون نبي إلا رجل، ما ينفعش يكون امرأة. ورغم ذلك واحدة اسمها سجاح قالت إنها نبي، قبلك مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقتله الصحابة في معركة اليمامة. سلمة كذاب ده كان عجيب جدا يعني، كان يجي يقعد مع أصحابه فيقولوا له يعني طب أنت عمال بتقول إن أنت نبي يعني، طب نبي كده يعني وماشي كده طرزان يعني، ما فيش لا قرآن نزل عليك ولا أي حاجة أي حاجة كده يعني. قال لهم أيوه، هو إيه اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قال لهم أنا نزل عليه زي بالظبط. قالوا له إيه؟ قال لهم والزارعات زرعا فالخابزات خبزة فالعاجنات عجنة فالآكلات، رجل مفجوع واخد بال حضرتك سبحان الله. وبعدين يعني يجيب لك بقى إيه على كل إيه، على كل صورة يجيب لك عليها مقاطع مضحكة على نفس الإيه، على نفس المنوال سبحان الله. لدرجة إن يعني يذكر في أحد يعني رواية ما لا يعني لا أعرف يعني صحتها ضعفها يعني، رواية كان أوردها للحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ان قالوا المسلمة الكذاب قالوا له انت يعني بتدعي ان انت نبي، اكيد النبي ده لازم يكون له معجزات. قالوا طبعا ده ليه معجزات كتيره جدا. فقالوا طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدفل في عين الرجل الارمد او اللي عنده رمد في عينيه تمام فيشفى باذن الله. فعندنا هنا ولد وعنده رمد في عينيه فيلا بقى ادفل في عينيه كده، فتفل في عينيه فعمية، واخد بالك يعني جابها له ضلمه، واخد بال حضرتك سبحان الله. فشاهد في الموضوع يعني ان ظهر كتير جدا من الدجالين والكذابين دول كتير جدا جدا فوق ما تخيل لحد عادين هذا. ويمكن حضراتكم فاكرين اللي كان رجل طلع برضو من احدى الدول العربية برضو قال انا النبي انا نبي اخر الزمان وهكذا. الاسود العنسي ادعى النبوة كان في اليمن، ادعى النبوة برضو وقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. الاخيرة بقى دي سجاح ديت ادعت النبوة، وخد بالكم بقى واتجوزها مسيلمة الكذاب، يعني ما شاء الله بيت زي الفل، هو نبي ومراته نبية ما شاء الله، حاجة بقت ملوخية. المهم فسبحان الله هو نبي اللي هو بيقول أنا نبي يعني اللي هو مسيلمة، ومراته سجاح بتقول أنا كمان نبي. لكن لما قتل مسيلمة ربنا قدر الحمد لله أن السجاح دي عادت إلى الإسلام وحسن إسلامها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع أن من ضمن علامات الساعة الصغرى ظهور مدعي النبوة، أن في ناس هيظهروا ظهروا طبعا وفي ناس لسه هتظهر برضو هيدعي أنه هو نبي آخر الزمان. تعالوا نكمل بقية علامات الساعة الصغرى ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في علامات الساعة الصغرى، لكن بس جاني في الاس ام اس كده اخونا اشرف من القدس كان عامل رابطة جميلة قوي على القناة اللي هي رابطة محبي الاقصى، وربنا يبارك فيها رب العالمين. طبعا عدد كبير جدا انضموا وبيقول لي ادعوك ابي الغالي لتكون من اعضائها، انا اعتبرني اول اعتبرني رقم 2 بعديك على طول ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. واحنا يعني بنوصي كل اخواننا بالدعاء، الدعاء يعني الدعاء لا يستهان به يا جماعة، بالدعاء بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى نصر الصحابة في يوم بدر بالدعاء، ونصر الصحابة في يوم الأحزاب بالدعاء، ونصرهم في مواطن كثيرة جدا بالدعاء. الدعاء لا يستهان به إن شاء الله. الله ربنا قادر إن هو يهلك أعدائنا من اليهود ومن غيرهم من الكفار والملحدين، وإن ربنا ينصرنا إن شاء الله، إن شاء الله ربنا هينصرنا. لكن لازم يعني نعذر أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى بإن إحنا ندعو ونبذل ما نستطيع ونعيش لديننا بجد، يعني بجد محتاجين نحس إن ديننا ده يعني فعلا دينك دينك لحمك دمك، عايزك تحس بالمعنى، عايزك تحس فعلا إن دينك ده أغلى عندك من زوجتك ومن ولادك ومن نفسك ومن مالك ومن كل حاجة. عيش لدينك، عيش لدينك، حس بالمعنى ده
ان انت قايم الصبح كده همك كل هو الدين، ان انت ازاي ان ربنا جعلك سبب في هدايه الناس. وبحمل اخواتي المسؤوليه مره تانية ان انت تدعي الى الحجاب، وبحمل كل اخواني يدعو الشباب للصلاه والالتزام والعباده باللين يا جماعه، وبالموعظه الحسنه والبسمه الحانيه وبالاسلوب الرقيق. مش عايزين حد يدعو بعنف، مش عايزك تشوفي واحده متبرجه وتقولي لها ايه اللي انت عاملاه ده، لا خديها في حضنك كده وطبطب عليها وقولي لها الوش المنور ده هينور اكتر واكتر مع الحجاب، قولي لها ما شاء الله وشك جميل بجد، فعلا الوش ده لازم يدهره. فيعني كلميها كده باسلوب حلو، والبنت بطبعها الحمد لله بتحب الكلمه اللينه، ما بتحبش الكلمه القاسيه، الكلمه اللينه بفضل الله بتاثر في اي بنت مسلمه، واي بنت مسلمه اكيد فيها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف العلامه رقم 12، هي علامه مهمه جدا جدا، ولو قضينا فيها بقيه الحلقه مش يعني ايه يعني مش قليل عليها فعلا، لانها علامه مهمه جدا وخطيره جدا من اخطر العلامات يا جماعه. كثره القتل من علامات الساعة الصغرى، وفعلا انتشر القتل في الزمن ده بشكل لا يخطر على قلب بشر. أذكر أن أحد المهندسين اللي هما بياخدوا مقاولات يا جماعة، يعني بيعملوا مشاريع مثلا، بيبني مثلا كومباوند في الحتة الفلانية، أو يبني مثلا مجموعة عمارات في المكان الفلاني، بيقول لي في يوم من الأيام خدنا أعزكم الله، خدنا منطقة، المنطقة دي أعزكم الله كانت منطقة مزبلة بيترمي فيها الزبالة والقمامة والحديات، فهي منطقة واسعة جدا وكبيرة جدا، فتقسمت الجزء المنطقة ديت ما بين حوالي 6 شركات، كل شركة هتاخد منطقة تنظفها وتقيم عليها مشروع مجموعة عمارات. بيقسم لي بالله، بيقول لي لما جبنا اللودر البلدوزر دوت علشان يشيل القمامة ديت، فوجئنا انه بيشيل جثث، مش قمامة وبس، جثث ناس مقتولين ورميين في الزبالة. بيقول لي فكنا كل ما نطلع جثه نروح نبلغ، فكان البوليس يجي غصب عنه لازم يعمل تحريات، ويعني والشرطه، الناس بتوع الشرطه ربنا يكرمهم والله بيتعبوا فعلا، بيتعبوا بجد، يعني في منهم ناس شبه ما بتنامش، فكانوا بيجوا يعملوا تحريات ويوقفوا الشغل، فكان الشغل بيتعطل اسبوع اسبوعين عقبال ما يخلصوا القضيه دي، فيجوا يبداوا الشركه مره ثانيه، يجي يشيل باللودر يلاقي جثتين ثلاثه اربعه. فوصلوا للمرحله ان الشركات الستة جمعوا نفسهم وقالوا احنا مش هنخلص، يعني كده مش عارف نشتغل، لان عدد القتلى في المكان ده غير عادي، ناس قتلين قتلة بيقتلوا بالاجرة، وكل اللي يقتلوه يرموه في هذه المزبلة، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فوصل الامر ان اتفقت الشركات انه باللودر بتاعهم دوت يعملوا في مكان قريب، يعملوا مقبرة جماعية ليهم كلهم، وكل لما يلاقوا جثة يحطوها في المقبرة دي من غير ما يبلغوا، لان كانت مشكلة مش هيقدروا يقيموا المشروع ولا هيقدروا يخلصوا حاجة. فعلا كثرة القتل انتشر بشكل غير عادي، واصبح النهارده عادي جدا جدا ان واحد متضايق من واحد يسلط عليه عشان يقتله، يسلط عليه عشان يشوهه، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. بقت الارواح بقت رخيصه جدا، وخصوصا الدم المسلم بقى رخيص، بقى ارخص دم على وجه الارض النهارده. لا تكاد، لو جبت خريطه العالم، والله الذي لا اله غيره، لو جبت اخويا وحبيبي اختي الفاضله، لو جبنا خريطه العالم اللي مرسومه ديت، حط صبعك على اي مكان وانت مغمض، شيل صباعك هقول لك في المكان ده تلاقي ناس مسلمين بيتقتلوا، مفيش بقعة على وجه الارض الا وتلاقي ارخص دم فيها هي الدم المسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال شوف خد بالك من حاجه، انا عمال اكلمكم على علامات الساعه الصغرى، علامات الساعه الصغرى، يمكن يكون الموضوع مطول معانا شويه، معلش بس عشان نعرف ان الواقع اللي احنا عايشين فيه تقريبا كله هو علامات الساعه الصغرى، من انتشار القتل لانتشار الزنا، انتشار المعازف والغناء، لانتشار كذا لانتشار كذا، هتلاقي ان كل الاوضاع اللي احنا عايشين فيها دي كلها تقريبا او جلها من علامات الساعة الصغرى. ولم يتبقى من علامات الساعة الصغرى، احنا قلنا حوالي 60، لم يتبقى منها الا حوالي 5 علامات هتبقى مواكبة لعلامات الساعة الكبرى. زي ايه؟ زي مثلا رفع القرآن من المصاحف والصدور، زي هدم الكعبة، زي الريح اللينة، زي علامات معينة، لكنها من علامات الساعة الصغرى وتواكب علامات الساعة الكبرى. خد بالك من حاجة، كثرة القتل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل يبقى لا تقوم الساعة حتى يكثر ايه؟ القتل. هيكتر جدا لدرجة لا تخطر على قلب بشر. يبقى سهل جدا جدا موضوع قتل، يقول لك عادي رجل اعمال اتخانق مع رجل اعمال، حصل مشكله، يقول المسلط عليه واحد يقول لك نقتله ونخلص منه، واخد بالك؟ يجوا مثلا مشاكل في انتخابات، مش عادي جدا نقتل. ليه؟ ده من أسوأ الاشياء التي تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامه، القتل، الدماء،
أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، الدماء القصاص، المظالم، المظالم. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. اسمع الحديث ده، حديث عجيب قوي، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، مش قصدي أن أنتوا تقتلوا المشركين، ولكنه خد بالك، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل جارة، حتى يقتل الرجل إيه؟ جارة، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ هنبقى عندنا عقول عشان نقعد نقتل جيراننا وقرائبنا وعمامنا وإخواننا وولاد عمنا و هيبقى عندنا عقول؟ قال: أما إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان. يبقى الرجل ما شاء الله قدامك طول بعرضه وارتفاعه ومنصبه جاه وعقله مفيش، زي ما بيقولوا أعزكم الله أجسام البغال وأحلام العصافير. يبقى الرجل تشوفه تقول ما شاء الله، ده الرجل ده لو جبت عقله ده وزعته على أمة من المجانين لصاروا عقلاء. ولما يبدأ يتكلم فتشعر أنك أنت واقف قدام إنسان لا عقل له. شوف المصيبة، أن ينتشر القتل لهذه الدرجة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا: والذي نفسي بيدي لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هيجي زمان القاتل بعد ما يقتل لك: والله أنا ما عارف أنا قتلته ليه. والمقتول لو ربنا أحياه وسألته يقول لك: والله أنا ما عارف أنا اتقتلت ليه. مش بيحصل، يحصل إن واحد يحصل خناقة مع ابن بنت عمة خالة مش عارف جوز بنت عمته، فيقوم هو طالع كده حمية في ايه ابن جوز عمة خالة والدك اللي مش فمزق بيتخانق، فيطلع يقوم قاتل واحد، وبعد ما يقتله يقولهم في بقى اللي حصل، يعني يبتدي يعرف بس في اللي حصل يعني بعد ما قتل. وطبعا يحصل برضو التانيين عايزين ياخدوا بطارهم، وموضوع الطار ده مصيبة كبيرة، لان اصلا لو احنا هنتكلم عن ان لا يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه من ضمنها النفس بالنفس، دي مش انا وانت اللي نطبقها، ده الحاكم المسلم، الحاكم المسلم هو يكون عنده ناس هم اللي يعملوا الموضوع دوت، يوم يقضي القاضي بان فلان يتقتل زي ما فلان زي ما قتل فلان خلاص يقضي، فالجهه التنفيذيه في الحكومه الاسلاميه اللي تنفذ. انما المساله لو ليا انا وانت تبقى فوضى، يبقى اي واحد يقتل واحد من قرايبه اروح انا اقتل واحد من قرايبه، وبعدين انقي بقى هو قتل واحد من قرايبه عنده 70 سنه، لا ده انا احرق قلبه واقتل واحد من قرايبه عنده 20 سنه، واخد بالك؟ وتبقى المساله بقى ايه؟ عياذ بالله ربنا عافينا وعافيكم، الموضوع مش كده، لا المساله ما هيش سايبه. الدماء بالذات ربنا سبحانه وتعالى وضع عليها قوانين وقواعد واصول حتى لا يتجاوزها الانسان ويبدا عياذا بالله يغامر ويسفك الدم، فيلاقي نفسه مره يعني في يوم القيامه ان من ورطات الامور ان الانسان يقتل انسان ويلقى الله عز وجل وهو قاتل. مصيبه كبيره جدا جدا، خدت بالك؟ فلا يدري القاتل في اي شيء قتل، ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. وذلك الاسلام بقى، دي مسألة مهمة جدا نقضي فيها بقية الحلقة الجزء الصغير اللي فاضل، يعني الإسلام جه بقى يحيط هذه المسألة بسياج واقية. اوعى تتجرأ على قتل مسلم ولا حتى كافر، ولا حتى إلا في خلال بقى حرب مثلا، الحرب بيننا وبين اليهود لا اقتل براحتك وربنا يفتح نفسك يعني براحتك يعني، فاهم ازاي؟ انما قصدت انا بتكلم عن الكلام ما بين المسلمين او حتى بين مسلم وكافر، يعني الإسلام لم يبح لمسلم ان هو يقتل كافر ظلما. ما اصل الكفار دول انواع يا جماعة، في انسان معاهد وفي انسان مستأمن وفي واحد من اهل الذمه، خد بالك؟ انما المحارب ده لوضع تاني خالص، ده مش موضوعي، مش موضوعي. يعني انت عايش مثلا في مصر، في مصر عايش مسلمين وفي نصارى، هل الاسلام يعطيك حق ان انت تروح تقاتل واحد نصراني؟ طبعا حرام، بل ان الاسلام يحرم عليك مجرد ظلم هذا النصراني. تخيل يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب. لا يجوز لك أن أنت تتجرأ على أن أنت تقتل أي حد أبدا، سبحان الله. وده يخلينا نتطرق لمسألة مثلا السياح اللي بيجوا مصر، هل يجوز لي أن أنا أقتل السياح دولك؟ طبعا لا، حرام. ليه؟ طب ما بيجوا هنا يفسدوا يا عم الشيخ، الله يكرمك ما تخلينا واضحين، بيجوا يفسدوا بيمشوا للنساء عريانين، يعني ما شاء الله المسلمات يعني ما في برضو مسلمات ماشيين عريانين، واخد بالك؟ يعني احنا لو قلنا ان الكفار اللي بيجوا من بره بيمشوا في شوارعنا عريانين، ففي برضه بعض المسلمين والبعض في بعض المسلمات لسه لحد النهارده ما بيعوش النبي وماشيين عريانين برضه،
دي حاجة. الحاجة التانية ان دولت هل دول محاربين؟ لا، ده راجل جاي اتفرج على الاهرامات التلاتة وأنك الخوف وخفرع ومنقرع والكلام ده كله، واخد بالك، وقبل الهول وايه ظبطوا الدنيا كده شويه وشويه حاجات من يشتروا حاجات اثريه وكام ويمشوا، واخد بالك، جاي بيتفرج على ايه؟ على بلدك. طيب الراجل ده لما دخل، الراجل دوت معاهد مستأمن، يعني ايه؟ اصله خد تاشيره ختم في المطار وهو داخل. التاشيره دي اسمها ايه في الاسلام؟ اسمها عقد امان او عهد امان. خد بالك، احفظ الكلام ده، عقد امان او عهد امان. الله، بس معلش بقى يا شيخ بقى عشان المساله تبقى واضحه بقى، لا ما اصل مش انا اللي مدخله بقى، انا ما اذنتش لواحد من السياح انه يدخل. خد بالك، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم. يعني اديك مثال، لو ان انا رجل من احد الشعب اهو، انا رجل انا مسؤول ولا وزير ولا اي حاجه ولا ليا منصب، واخد بالك، لو ان النهارده اذنت لواحد ما هوش مسلم من دوله تانية انه يدخل مصر وخد تاشيره الدخول، فلا يجوز لاي واحد في مصر مهما كان من اعلى رتبه لاقل رتبه، لا يجوز له انه يتعرض لهذا الرجل. ليه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم. واحد قليل من عامة الشعب أذن لواحد ان هو يخش، فما يجوز لكش ان انت تتعرض له ابدا. فما دام ان البلد ادت عقد امان وعهد امان لواحد ان يخش بلدك، خد بالك، فلا يجوز لك ان انت تتعرض له ابدا. وأطول بقى محمود المصري بيقول بقى الكلام ده مجامل الحكومة، والله لا اجامل احدا، ده شرع، ده دين ربنا. وخد الدليل، حديث رواه البخاري ومسلم عن ام هانئ بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب، في يوم فتح مكة امنت رجلا من المشركين، خدوا بالكم، فقال علي بن ابي طالب ساقتله، قال لها انا هقت الرجل ده، فحزنت فراحت ويأمنته لسبب ما، فراحت تشتكي للنبي، فقالت يا رسول الله زعم ابن امي، يعني علي بن ابي طالب، انه قاتل رجلا قد امنته، خدوا بالكم بقى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد امنته او قد اجرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، قد اجرنا ايه؟ من اجرت، مش انت اجرت واحد وامنتيه، خلاص احنا كمان كلنا ادينا له عهد الامان ما دمت انت اديتي له عهد الامان. واضح يا جماعه الخير؟ واضح ان ما ينفعش ان احنا نتجرأ على قتل اي حد حتى لو كان كافرا، ما دام انه ليس محاربا، وما دام انه لم يخرب في بلدنا، وما دام يبقى احنا ما لناش دعوه، بل بالعكس دي فرصه، فرصه كبيره جدا للي فكر بذكاء، فرصه. سياح بيجوا في بلدي اعملهم احسن معامله، أقابلهم أحسن مقابلة، أدلهم مصاحف مترجمة، أدلهم كتب مترجمة بلغات بلادهم، لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بدل ما واحد يتقتل في بلدي فيوصل الخبر لأهله في بلده، ما هو أهله كتير، هتلاقي عيلته مثلا 300-400 واحد، ال 300-400 دولت خلاص خدوا موقف ضد الإسلام والمسلمين، لا يمكن، ده دين إرهاب، فاهم إزاي؟ طب تخيل بقى هذا الرجل لما ينزل مصر مثلا أو دولة، أي دولة إسلامية، واخد بالك، ويلاقي واحد مسلم مثلا بيقابله مثلا بوردايه كده، وفي الايد الثانيه مصحف مترجم او كتاب ديني او شريط اسلامي مترجم، فياخد فيلاقي المعامله الطيبه والبسمه الحانيه والمقابله الطيبه، يرجع بلده يقول لهم والله ما رايت افضل ولا اطيب من المسلمين ومن اهل مصر ومن اهل كذا او من اهل تونس او من اهل الجزائر او السعوديه الى غير ذلك، فهم ازاي؟ فيرجع يبقى سمعة طيبة للإسلام، ينشر الخير وينشر الفضل بتاع المسلمين بين هؤلاء، فيكون سبب في إسلام، تبالك، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعال بقى نتكلم عن قتل المسلم. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عليه أربع عقوبات، عد معايا أخوي وحبيبي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ده رقم واحد، وغضب الله عليه، ده رقم اثنين، ولعنه، ده رقم ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما. يا الله، تخيل حضرتك أربع عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خد بالك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها ديت العلماء اختلفوا، طبعا لا يخلد إلا المشرك، إلا الكافر، لكن ده رجل يعني مع خلاف من أهل العلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القاتل له توبة، أن القاتل له توبة، خد بالك بقى. قال جل وعلا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، يطرده من رحمته، واعد له عذابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وزي ما قلنا برضو المساله فيها خلاف، والراجح فيها ان قاتل المؤمن له توبه ان شاء الله سبحانه وتعالى. وده مش معناه ان احنا بنجرأ الناس على القتل بقى، لا، ده احنا بنجرئ اللي قتل خلاص على التوبه،
بنقول زي حديث المولى عز وجل لما بيقول أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فغفر له. خد بالك قال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. إيه فليعمل عبد ما شاء؟ هل المولى عز وجل بيحض العبد على الذنب؟ لا، بيحض على التوبة بعد الذنب. نجمع بين النصوص عشان المسألة إيه تكون واضحة. قال صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا والله العظيم يا جماعة، الحديث ده من أخطر الحديث اللي أنا والله بترعب منها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وفي رواية لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن. تخيل حضرتك زوال الدنيا دي كلها بكل اللي فيها أهون عند ربنا سبحانه وتعالى من إن احنا نقتل مؤمن. مؤمن يقتل إزاي؟ يقتل سبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واسمع بقى الحديث المرعب ده اللي هو يخص موضوع قتل الناس اللي بيجوا من بره من الأجانب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في التاريخ بسند صحيح قال من أمن رجلا، بالله عليك ركز في الحديث ده، بالله عليك ركز فيه واسمعه كده بقلبك، من أمن رجلا على دمه، جيت جايب واحد من بره كده رجل أمريكي رجل إنجليزي فرنساوي أي حاجة ودخلنا بلدنا وادينا له التأشيرة، التأشيرة دي معناها إيه؟ عهد أمان، لأن لو مش عايز أديله أمان أقول له ما تخشش بلدي، تفضل نفس الطائرة اللي أنت جيت فيها تفضل ارجع فيها، لكن أنا دخلت بلدي واديته الختم ده عهد أمان أو عقد أمان. من أمن رجلا على دمه، خد بالك أنا اديته الأمان دخل بلدي، فأول ما دخل بلدي قلت له بس بقيت في بلدي أقتلك بقى. شوف الحديث بيقول إيه؟ من أمن رجلا على دمه فقتله النبي هيعمل إيه؟ بيقول فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. والله لا أعد لك الحديث تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح قال من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده أكبر دليل على حرمة قتل الكافر ما لم يكن محاربا. خب بالك أخوي حبيبي فرق كبير جدا بين الكافر المحارب وبين الكافر غير المحارب، الذمية أو المعاهد أو المستأمن، خب بالك من المسائل ديت. اليهود دول محاربين حاجة تانية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وذمة المسلمين واحدة، اللي كنت بقولها لك بقى لو أنا دخلت واحد ما يجوز لحد يتعرض له أبدا. وذمة المسلمين، الحديث فين؟ عند مسلم رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، خد بالك بقى، فمن أخفر مسلما، يعني إيه أخفر مسلما؟ يعني نقض عهد مسلم، أنا دخلت واحد وأمنته رحت أنت قتله، فمن أخفر مسلما يعني نقض عهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. الله أكبر. حديث عجيب أوي أختم به، حديث من أعجب الأحاديث عشان تعرف قد إيه حرمة القتل. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه النسائي بسند صحيح في يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة النبي أمن كل الناس ما عدا 4 رجال وامرأتين، لأن كانوا عاملين جرائم حرب. جرائم حرب يعني إيه؟ ما ينفعش النبي يسامحهم أبدا لأن دول عملوا إجرام. كانوا مين؟ عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وامرأتين لم يذكر اسمهما في الحديث. خد بالك النبي قال لي يا جماعة، قال للصحابة فإذا لقيتموهم نعمل إيه يا رسول الله؟ فاقتلوهم ولو متعلقين بأستار الكعبة. ممنوع القتل أصلا جوه الحرم، خد بالك يحرم القتل جوه الحرم، وتزداد الحرمة إذا كان الإنسان ماسك بأستار الكعبة، خد بالك. فالنبي بسبب عظم وشناعة جرائم الأربعة دولت قال للصحابة لو لقيتوه مش دخل الحرم، لأ ده كمان ماسك بأستار الكعبة اقتلوه. فقتلوا عبد الله بن خطل وهو ممسك بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابة قتلوه في السوق، وعكرمة بن أبي جهل هرب. عكرمة بن أبي جهل إيه؟ هرب، ركب مركب كده وهرب مع بعض الناس إيه اللي راكبين البحر. فما بقي إلا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة، فراح استخبى عند عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، فراح سيدنا عثمان راح إيه عرف إن النبي عليه الصلاة عقد البيعة وبياخد مبايعة الناس، فراح واخد إيه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وراح إيه عشان يقدمه عشان النبي يبايعه.
فقال بايعه يا رسول الله. فأعرض النبي عنه جانبا، فقال بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه الناحية الأخرى. فمرة الثالثة راح رايح له سيدنا عثمان قال بايعه يا رسول الله، يعني عايز أقول له عشان خاطري بايعه. فبايعه النبي وهو كاره ومتضايق جدا. فلما انصرف خلاص بقى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بقى مسلم، والنبي بايعه خلاص اداله الأمان. فإذا بالحبيب المصطفى واسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد النهاردة على وجه الأرض يتهم الإسلام بأنه دين إرهاب ودين عنف ودين ودين. عمر ديننا ما كان كده أبدا، ديننا ده أعظم دين وأجمل دين. فقال النبي لأصحابي أما كان فيكم رجل عاقل يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل أن يقوم فيقتله؟ يعني أنتوا شايفيني بأعرض عنه لأن الرجل ده عمل جرائم حرب، وشايفين عمال بأعرض عنه، ما حدش فيكم كان قادر يقوم يقتله ويخلصني منه؟ خد بالك. فقال بعض الصحابة يا رسول الله وما يدرينا، إيش عرفنا أن أنت متضايق منه وعايز تخلص منه؟ هلا أومأت إلينا بعينك، يعني طب كنت عملت لنا حركة كده بعينيك، غمست لنا بعينيك كده عشان نعرف أن أنت عايز تقتله؟ يقوم النبي ينتفض ويزعل ويقول إنه لا ينبغي أو ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. بيعتبر إن الغمزة دي اللي دي بقت طبيعي جدا دلوقتي، يعني عادي قاعدين بتتكلموا مع بعض وتلاقي ده بيغمز مع ده وده بيغمز مع ده وبيتريقوا عليك وده عمال بيقلب ده عليك وحاجات كده غريبة. بيقول إن الغمزة دي بقى خيانة. ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. بنهدي الكلام دوت للي بيتجرأ على القتل وعلى وعلى وعلى، وهو النبي بيقول لك ده بس الغمزة خيانة، فما ظنك بالتعرض؟ ده النبي نهى عن مجرد أن يشير الرجل لأخيه بحديدة، ليه؟ لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقوم ضربه بالسكين أو بالمطوة أو بالصفيحة أو بالحديدة. نهى حتى إن لو رجل عدى في المسجد مرة ومعه سلاح فليضع السلاح السيف في الإيه في الغمد بتاعه، ما يشيلش السيف من بره. ليه؟ ممكن عازم لو هو بيتدور السيف يضرب في حد، او ممكن الشيطان ينزغ يشوف واحد متضايق منه ولا حاجه ينزغ الشيطان في يده فيضربه. فنهى النبي عن مجرد ان انا اشاور لاخويا بحديده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشاهد في الموضوع ان في نهايه الموقف ده ان عكرمه بن ابي جهل لما ركب المركب بقى وخلاص وبيجري وخلاص والدنيا خلاص قفلت معاه، قال بس ما دام النبي دخل اكيد وحل دمي واهدر دمي اكيد هيقتلني. ركب المركب هاجت الامواج، فقال الرجل اللي هو ربان السفينه قال ايها الناس كلهم كانوا مشركين انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي كنتم تعبدون، الاصنام دي مش هتنفعكم هنا، وانه لا ينجيكم الا الله جل وعلا الا الله سبحانه وتعالى. فقال اكرمه والله لان كان لا ينجيني من البحر الا الله فلله علي عهد لان نجاني لارجعن ولا اضعن يدي في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. وبالفعل كانت ام حكيم اللي هي زوجة عكرمة كانت اسلمت وخدت الامان من النبي العكرمة بن ابي جهل، فراحت له على البحر لما عرفت انه ركب مركب وكان هو راجع، اتقابله على البحر راحوا للنبي سلم على النبي وقبل النبي وبكى قدام النبي وقال يا رسول الله ايغفر الله لي ما قد مضى؟ قال اجل، اما علمت يا عكرمة ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجرة تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله؟ فقال عكرمة والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل عكرمة على طاعة الله وعلى هدي رسول الله حتى مات النبي وعنه راض، وظل عكرمة يجاهد في سبيل الله حتى يوم اليرموك لما لقى تخاذل المسلمين قال من يبايعني على الموت بيع 400 واحد، وظل يقاتلون حتى آخر رمق ومات عكرمة شهيدا في معركة اليرموك رضي الله عنه وارضاه. حقيقة الوقت جري بينا بسرعة، فدي كانت من ضمن علامات الساعة الصغرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بعض الناس بيقولوا بس في تعارض بين حديثين، حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. حديث الثاني رواه أصحاب السنن بسند صحيح إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض أخوي وحبيبي، أول ما يقضى في حقوق العباد الدماء، وأول ما يقضى في حق الله الصلاة. الصلاة حق الله والدماء حقوق العباد، فأول ما يقضى من حقوق العباد في الدماء وأول ما يقضى من حق الله في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك بقى للي بيقتله
لا يحل أي قتل إلا في ثلاث حالات يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم. الحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثلاث حالات فقط التي يحل فيها قتل المسلم. أول حاجة النفس بالنفس، واحد قتل واحد يتقتل، وزي ما قلت لك المسألة مش فوضى، لا أنا ولا أنت اللي هنقتل، لا ده الحاكم المسلم هو اللي يقرر، والقاضي المسلم هو الذي يحكم وينفذ الحكم بناس من طرف الحاكم المسلم، خد بالك هيئة كده تنفيذية. والثيب الزاني برضو ينفذها برضو الحاكم المسلم، الثيب الزاني رجل محصن متزوج وراح زنى عياذا بالله، الثيب الزاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة، اللي أسلم وبعدين ارتد مرة تانية، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويقبضنا وإياكم على ملة الإسلام وعلى ملة التوحيد. أخوي وحبيبي، دي كانت بعض علامات الساعة الصغرى اللي تناولناها النهاردة، هنكمل إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في علامات الساعة الصغرى عشان نخلصها كلها ونشوف قد إيه كل ديت كانت تمهيد، كأن الدنيا دلوقتي بتهيئ وبتمهد كلها لاستقبال علامات الساعة الكبرى، وهنستقبل آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي ظهور المهدي، وفي علامات خطيرة جدا جدا عند ظهور المهدي هنتكلم عنها. لكن زي ما قلت لحضراتكم في علامة واحدة، يعني الذكي بجد، الذكي بجد هو اللي يقدر يقول لنا ايه هي العلامة اللي توضح بجد ان هو ده المهدي، لان في علامات كتيرة جدا جدا توضح ان هو المهدي، لكن كلها علامات قد تتشابه مع بعض الناس، لكن في علامة واحدة هي العلامة ديت اللي هتوضح لينا ان هو دوت المهدي المنتظر يعني عليه السلام. فأسأل المولى عز وجل أن يقبضنا إياكم على التوحيد ويجمعنا على الخير دائما ويبارك فيكم جميعا. معلش سامحوني يعني الوقت جري بينا مش هنلحق ندعي، لكن بسأل المولى عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني يجمعنا دائما على الخير ويجعلنا دائما متحبين في الله سبحانه وتعالى. والله أقسم لكم بالله يا جماعة يعني في عجالة سريعة كده، أنا أي واحد بيبعت لي رسالة على الموبايل مش لازم أرد عليه، لكن والله كل رسالة بقرأها وبدعي له بالاسم، والله يا جماعة بدعي له بالاسم، مش لازم أرد عليه، مش هلحق أرد على كل المئات الرسائل ديت، برد بدعيله باسم بفضل الله في الثلث الاخير من الليل. ربنا يجمعنا واياكم على خير. اخوات الفضلات جددوا البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول بقدر الامكان ان انت تدعي الى الله سبحانه وتعالى بشريط اختها واقفه مع النفس من خلال النت، نزلي من على النت مش هيكلفك حاجه وابعتيه على الايميلات. ربنا يجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.